السلام عليكم الزول الفلاوان وصحافة ركوبيا كل الجزائريين. اليوم الموضوع وصرى اليوم في الجزائر عاصمة مع لي زيتيديو تاعنا، مع الطلبة تاعنا، مع الأمن، وقضية تاع توتال في الصحراء. أولا كما قلت لكم البارح، الرسالة اللي فوتها سي قايد صالح، لو كان نبقاو كيما هاك العنف هو يعني نعذروا عليه كل يوم، وحنا ما رناش باغيين العنف بكنا، حتى جزائري او جزائريه اللي راهم باغيين بلي يكون العنف في الجزائر، رانا باغيين بلي نبقاو سلميين قانونيين ديمقراطيين وحضاريين. ولكن لو كان الحكام تاعنا يبقاو مع العقليه تاعهم، مع السياسه تاعهم، راهم باغيين انتخابات، وعلى بالهم بكنا حتى واحد يترشح هذو الانتخابات، على بالكم بلي النهار التالي با واحد يترشح ويقدم الملف تاعو في المجلس الدستوري 19 مي، ورانا 21 مي، يعني ما كان حتى واحد يقدم ملف تاعو في المجلس الدستوري، يعني مستحيل ما يكونوا انتخابات من 4 جويليه. يعني رانا كيما واحد الفيلم، على بالهم كاع بلي ما كانش مترشحين، على بالهم كاع بلي ما يكونوش انتخابات، ولكن كان شي ناس في هذا البلاد راهم باغيين بلي يكون مشكل بين الحكام والشعب الجزائري، حتى واحد ما راه باغي مشاكل والعنف بين الحكام والشعب الجزائري. بال 22 فيفري الشعب الجزائري قال الحكام وقال العالم كامل بلي ما يكونش العنف في بلادنا. عشرية سوداء فاتت، 200 ألف جزائريين ماتوا ربي يرحمهم، 18 ألف ما زدناش كاع ما سمعناش بهم، ما دفنهم ما والو. الجزائر راهي تروماتيزية بالعنف، وكي راه نشوفوا بلي اليوم لي زيتيديو ضربوهم، الامن الجزائري ضرب لي زيتيديو في شهر رمضان مع الغاز لاكريموجين، هذه حاجه غير مقبوله. وهذو الناس اللي طاو اوامر باه يضربوا طلبه جزائريين لازم يفوتوا قدام العداله الجزائريه. اي جو سوتيان دو لا فاصون لا بلو فيغوروز لي زيتيديون الجيريان و لي زيتيديونت الجيريان. راني مع الطلبه الجزائريين قلب والرب، ما نخلوش ولادنا او خوتنا او خواتاتنا يضربوهم في بلادنا. الوقت استعمار فات، نو نسوم بلو او طون دو لا كولونيزاسيون. ما راناش باغيين بلي الامن الجزائري يستعمل مع الشعب الجزائري كما الاستعمار الفرنسي استعمر واستعمل مع الشعب الجزائري. هذا التاريخ تاعنا مازال في قلوبنا وفي راس تاعنا، ما راناش باغيين العنف بيناتنا. رانا كاع جزائريين وكاع جزائريات، يجب ان نصيبوا حلول بيناتنا، يفو كو تخوف دي سوليسيون اونتخ نو. انا اليوم مازلت ما فهمتش لماذا الحكام تاعنا ما بغاوش يديروا حوار مفتوح مع الشعب الجزائري. وراه المشكل، رانا كاع جزائريين، وراه المشكل كيف ما قدرناش اليوم نتفاهموا بعضنا بعض. في وقت استعمار فرنسي صح كنا نقولوا بلي فرنسا راهي تستعمر فينا ما نقدروا نديروا والو، بصح اليوم الحمد لله على العلم الجزائري ما شاء الله باتوا عليه مليون ود الشهيد ربي يرحمهم. كيف ما قدرناش في 2019 نتفاهموا بعضنا بعض؟ رانا كاع جزائريين او شاوي او قبيلي او عربي او ترقي، كيف ما قدرناش نسيبوا حل سياسي بلادنا؟ كيف اليوم كاين شي ناس في الحكومه الجزائريه يعطوا اوامر باه يضربوا طلبه تاعنا؟ ما فهمتش هذه كومون سي فيتيل que certaines personnes donnent des ordres à la police algérienne pour frapper, pour tabasser des étudiants et des étudiantes algériennes. C'est incompréhensible. C'est inadmissible. حتى واحد ما يقبل هذه. حتى واحد ما يقبل بلي نضربوا خوتنا او خواتاتنا. والعلم راه يشوف. واش يقول العلم؟ يقول بلي حكام دولة ديكتاتوريين. هما قالوا بلي كي كان بوتفليقة حي صح كانت الجزائر ديكتاتورية. بس على اليوم بوتفليقة ماهوش هذا ولا؟ ودابا الناس غنقولوا ماهوش هنا، مازال هو رئيس الدفاع، وزير الدفاع، كيف ربي يضربوا لي زيتيديون تاعنا؟ سي سكوندالو، سي سكوندالو دو فرابي لي زيتيديون الجزائريين. لو 3 جانفي اللي فاتت، كنا تحت الديكتاتورية تاع بوتفليقة، كيما ضربوا لي زيتيديون، طبة تاعنا اللي يقراو باك بلس 12 الله يبارك، كيف بوليسي اللي عنده باك موا 4 يضرب الطبيب اللي عنده باك بلس 12؟ هذه حاجة ما تخرج كاع في الراس. دونك يفو تيتر تخي بروتون. Il faut faire attention. هذو الناس اللي يطاو اوامر اليوم يضربوا لي زيتيديون تاعنا، ان شاء الله ما يزيدوش يعاودوها. J'espère que ceux qui ont donné les ordres
de frapper les étudiantes et les étudiants algériens ne vont plus recommencer. Sinon, on va changer de discours. Hadi hajaloula. Donc, on rabat le qadiyat à les étudiantes à l'youm les rabouhoum, mais le qadiyat à Sharika Total. À la belle que les Sharika Total, Sharika Firansiya. Sharika Firansiya, il va dire Istikhraj, le Rassakhri, Fiti Bibun. في عين صالح ولا بالكم بلي الغاز الصخري ممنوع في فرنسا ولكن هذه الشركه توتال راه يدير استخراج غاز صخري في بلادنا يعني حرام عليهم في فرنسا وحلال عليهم هنا في الجزائر يعني الجزائر ولات زوبيه تاع فرنسا هذه لازم نقولها صراحه il faut le dire ouvertement l'Algérie est aujourd'hui devenue la poubelle de la France يعني كيما داروا رقان les essais nucléaires مع البومبا اليوم راه يديروا الاستخراج الغاز الصخري في بلادنا راه يوسخوا ويخبجوا حاشاكم طبقه جوفيه جزائريه وشفتوا الفيديو اللي درناه في بريان في ولايه غردايه داروا سي فوراج وراه يخبجوا كاع طبقه جوفيه جزائريه يعني من القدام ان شاء الله ما نقدروش كاع نشربوا الماء تاع بلادنا لازم نشربوا الماء بالخارج ولا نصفوه بالبحر المتوسط يعني ورانا رايحين وين كيف نخلوا هذه الشركه فرنسيه يعني فرنسا اللي استعبرت بلادنا واللي قتلت مليون ونص الشهيد كيف نخلوها اليوم تخبش طبقه جوفيه جزائريه والمشكل ورا فالي المشكل راه بلي هذا المافيا تاع 40 سراق اللي مازالت تحكم في بلادنا خلت هذه الشركه الفرنسيه تكسب 32% من البترول كامل تاع الجزائر راكم تسمعوا هذه الشركه وحدها عندها اليوم 32% من البترول تاع الجزائر كامله Comment c'est possible Fahmouni Berk. Quand tu as 12% Berk. Fi Wad El Hassi, fi El Berk. Hassi Mesoud. Ou hadou 3 ayam. Hadou nas rabi hukmou lyoum. Khallaou hadi charika taksb 26% ziyada. Yani ki tjemou koulchi, tahat la moyenne. 32% lyoum ta el petrol ta el blad. Fransa ray taksbou. Blad كل يوم تخرج مليون باريل كل يوم وفرنسا هذه الشركه عندها 320,000 ديروا حساب 320,000 على حساب مليون تحت 32% يعني هذا تسبعوا بلي راهم يقولوا هذا الحكام راه ضد فرنسا وما يخلوش فرنسا تستعبر البلاد يا جماعه فرنسا راهي تستعبر في بلادنا ماشي ديك رشيد اللي بد توتال 32% بيد البترول تاع البلاد ماشي داك كاز رشيد اللي مد 65% بيد الغاز الطبيعي بيد ولاد اضرار شركه فرنسيه غاز دو فرانس مافيا تاع 40 سراق اللي مازالوا يحكموا اليوم ما راهم لا في الحرس لا والو مازالوا يستديو بالاسم الجمهوريه الجزائريه ومازالوا هما ربي يمدوا كل شيء لفرنسا ما يغلطوكمش فرنسا مازالت تحكم في البلاد كالغاز كالبترول كالحكام والشعب مسكين راه لاهي بعد المظاهرات ما على بالهمش كاع بالشعب يخرج 5 ملايين ولا 10 ملايين ولا 15 مليون ولا 20 مليون والله ما على بالهم كاع بينا ها شفتوا راهم يضربوا في لي ستوديو تاعنا هذا هو الدليل يا جماعه يا والله ما على بالهم بينا وبكم راهم دايرين رايهم راهم يستديو لي كونترا ما على بالهمش هذه شركه فرنسيه توتال شرات هذو 320,000 باغيل كل يوم تبدا بالملايين دولار دوك نفهمكم شحال تبدا بالملايين دولار لماذا الجزائر ما شراتهمش لماذا الجزائر اللي عندها اليوم 85 مليار دولار في الخزينه لماذا باش الجزائر اللي شرات هذو تبدا بالملايين دولار من شركه امريكيه على داركو اللي باعت لفرنسا بالله لماذا نحوسوا نفهموا كيف الدراهم كاينين في الخزينه وخلينا شركه فرنسيه توتال تكسب 32% من البترول تاع البلاد تبدا بالملايين دولار برك هذا مكان وعلى بالكم هذو 320,000 باريل كل يوم يجيبوا كل عام 8 ملايير سمعتوني مليح واش صرات فرنسا في عام تربورسيه ودوك نقول لكم واش نقدروا نديروا مع 8 ملايير دولار على بالكم كي تبنوا دار لو كو دو فيا تاع الدار برك 10,000 دولار هذا مكان 10,000 دولار هذا مكان كي ديروا 10 ديار تحت 100,000 دولار 100 دار مليون دولار 10,000 دار مليار 100,000 دار 10,000 دار 100 مليون دولار مليون دار
مليار دولار وتب البلاير ديرو تب بلايد بتزل العائلة الجزائرية. فهمتوني ولا لا؟ باسكو هذه الشركة في روسيا توتال تربح قلت لكم تب بلاير دولار كل عام بهذو الدراهم على حتى 2037 باسكو كونطرا حتى 2037 يعني بعض الدار بعض الدراهم هذو اللي تربحهم في فرنسا كل جزائر شرات بالشركة أمريكية هذو على داركو لا بارتاها كنا قدروا نبدو بدل 2037 تبن بلاين الديار للشعب الجزائري بلا ما بغوش يديروا كيما هاك باسكو هذا المافيا راهي تشهد بالفرنسا برك راكم تسمعوا كارثة كارثة ما نحضروش على الديار نحضروا على لابورصة بيربحوا لي زيتيديون بالكم بيربحوا 4000 دينار برك على بالكم باللي لو كان شرينا هذه لابار تاع البلاد على بالكم باللي نقدروا على نقدروا يعني نطلعوا لابورصة تاع لي زيتيديون بليون بليون حتى ل 100 سنة 100 سنة ونعطوا البورصة مليون 100000 مليون و 700000 ايتيديون كل عام لمدة 100 سنة راكم تسمعوا ولا لا بيات سنة بس الحكام توانا يهضروا لكم باللي يشهدوا بالعلم الجزائري بيخلوا حتى واحد يقلب البلاد يحموا الحدود دوك عندي رسالة سيقايد صالح يا سيقايد صالح على بالك بلي الحدود للسيادة الوطنية للسوفغدي لاشرة بشي الحدود برك واش كاين تحت الأرض فاني لازم الجيش الجزائري يحمي الحدود تاع البلاد بصح لازم فلي يحمي واش كاين تحت الارض تاع الوطن كل فلاحة كل غاز كل بترول ولكن شفنا باللي سي قايد صالح راك تهضر على السياده الوطنيه على حساب الحدود برك مع تونس ليبيا نيجر مالي الصحراء الغربيه موريتانيا المغرب بصح لازم فلي تتهلا على السياده اقتصادية تاع بلادنا كيف راك تخلي شركة توتال شركة فرنسية توتال تكسب اليوم 32% من البترول تاع الجزائر هذه على بالك ما تخرج كاع في الراس يعني عدوا كي يديروا حوار مع ايران ولا نيجيريا ولا الروس ولا السعودي ولا الكويت يعني فادي نديروا مستشار تاعنا نديروا توتال معنا ولا كيف على بالكم بلي اليوم القرار اقتصادي من البترول تاع الجزائر لازم تشاوروا فرنسا قولها نقولوا يا شركه توتال واش ديروا اليوم كي ديروا حوار مع السعوديه ولا ديروا حوار مع الكويت ولا نيجيريا ولا ايران ولا فنزويلا لازم تشاوروا فرنسا على بالكم ولا لا باسكو البترول تاع البلاد ماهوش تاعنا كاع دوكا هذه لازم نخبوا لها بزاف يا جماعه لازم نخبوا لها بزاف يا جماعه خلينا فرنسا تستعمرنا تستعمر الغاز تستعمر البترول تاع البلاد والشعب الجزائري يخرج كل جمعه بس هما راهم دايرين بيزنس بيناتهم وما زالت فرنسا وسفاره فرنسيه في الجزائر هما راهم يحكموا في البلاد ولا هذه هي الرساله تاعي تاع اليوم الحب الوطن والسياده الوطنيه لازم نربطوها مع السيادة اقتصادية واليوم الجيش ما راش يدير خدمته الجيش راه يحمل في الحدود يعطيهم بالصحة يعطيهم بالصحة الجنود راه يحمل في الحدود بالصحة الجيش اللي راه يحمي في شركة توتال اللي راه تكسب 32% من البترول تاع البلاد اسمحوا لي يا جماعة ما راش يدير خدمته الشهداء ما ماتوش بهالجيش الجزائري يحمي في الشركة فرنسية توتال اللي تكسب 32% من البترول تاع البلاد الشهداء ربي يرحمهم ما ماتوش بهالجيش الجزائري ما يستعفش على السيادة الاقتصادية الجزائرية على هذا الشيء يا سي قايد صالح أخطونا بالعنف أخطونا بالعنف أخطونا بالعنف أخطونا بالسياسة اللي ما توصلش اللي ما فيهاش النتيجة خرج بن صالح بالمرادية وخرج بدوي بكسر الحكومة هذو هما المطالب تاع الشعب الجزائري بصفة عامة وخطينا بالمشاكل اخطونا بالمشاكل اخطونا بالمشاكل ما نخلوش بلادنا تتبهدل في العالم كامل ما نخلوش ولادنا يضربوهم ما
باسكو على بالكم اليوم يضربوه بغدوا يقتلوهم بعد شر. ورانا في شهر رمضان الكريم. جو كخوا كيفو تيتر ريزونابل. جو كخوا كيفو اتوندر لا فوا دو لا ساجيس. يفو با تومبي دون البياج واسرارنا في العشريه السوداء. على بالكم بدات كيما هاك. الشعب كان ضد الحكام واش داروا الحكام بداو يقتلوا في الشعب. بعد شر 200 الجزائري ماتوا ربي يرحمهم. جو كخوا كو سي ني با المومون دو روبرودوير لي زيرور دو باسي. ما نعاودوش الغلطه تاع الماضي. Il faut être raisonnable, il faut être sage, il faut préserver l'unité nationale, la souveraineté nationale et la souveraineté économique. Voilà. Barakallahu fikoum, lidkoum sa'ida, ou sa'asurkoum, ou tahiyya chouhada.